الرياض وتحديدا مسرح بكر الشدي. معاكم حفل جويا ووردز 2022 واللي بنحتفل فيه بالأعمال المميزة والشخصيات المؤثرة لعام 2021. والتقديم جائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى تتفضل الجميلة نادين نسيب نجيم. مساء الخير. ما بعرف عم تسمعوني منيح؟ اوكي. جوا مستعجلين قد ما مكركبين كركبوني معهم. سعيد كثير اول شيء بوجودي بالرياض لاول مره بالمملكه العربيه السعوديه. فخوره جدا بهالحفل الضخم والعالمي. اكيد شكر كبير لهيئه الترفيه ومعالي مستشار تركي آل الشيخ. المرشحين لفئه الفنان، بعتذر عن صوتي بس انه انا شوي مرشحه، مش كورونا، بي سي ار نيجاتيف، ما حدا يهرب مني هلا. المرشحين لفئه الفنان المفضل بقدر اوصفهم بالاحساس، بالحنان، بالفرح والرومانسيه وشويه شقاوه. بس يا ترى مين فيهم الاشقى من الثاني؟ هلا رح نشوف. المرشحين هن راشد الماجد. عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقى. ماجد المهندس. اروح المهين وش اسوي بذكريات سنين. ولو هتسي محمد حمائي. موافقك عادي بس تسيبني بشوطي. بدك للحق وائل كفوري. تكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب. الفائز بجائزة الفنان المفضل ماجد المهندس. ألف مبروك. مساكم الله بالخير جميعا، منورين، اهلا وسهلا بضيوفنا. اكيد الجوائز تعني الكثير بحياه الفنان. الجائزه هاي مختلفه لانها من الرياض الحبيبه، من عاصمه اللي تقدر الفن والفنانين. الله يطول بعمرك يا حبيبي الوليد، شكرا جزيلا. مبروك لكل زملائي الفنانين، الله يحفظكم. شكرا معالي المستشار ابو ناصر حبيبنا تركي آل الشيخ، شكرا ام بي سي، شكرا شيخ وليد ابراهيم، شكرا لكل القائمين على هيئه الترفيه وهذا الحدث العظيم. شكرا جزيلا، الله يحفظكم يا رب. شكرا. قول لي ياسر، لما بتسرح بخيالك بتروح موسم الرياض؟ طبعا موسم الرياض. خيالك سريع جدا. طب غمض عينك، مثل واسرح شويه. لا ما هو احنا تخيل اكثر، فعشان كده انا جاوبت سريع يعني موسم الرياض. غير انه يعني شهادتي مجروحه في الموضوع. طب غمض عينك وتخيل اكثر، شايف ايه؟ الوان، اضواء، حركه، ايقاعات، موسيقى، بهجه، فرح. يبقى فتح عينك يا ياسر، طالما كل اللي انت قلته ده بيعبر عن البهجه، ولو للبهجة شفرة